رصدت الصحف الأوروبية بمزيد من الاهتمام الأوضاع في قطاع غزة خلال ثالث أيام الهدنة، ورصدت أيضا الترقب في انتظار الإفراج عن مزيد من المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين. ده بيجي في الوقت اللي بتتواصل فيه شحنات المساعدات الإنسانية للدخول لقطاع غزة المحاصر وسط جهود مصرية كبيرة لاحتواء هذا الموقف. خلينا نروح مع حضراتكم لقراءة في الصحف الأوروبية مع الكاتب العزب الطيب الطاهر الصحفي بالأهرام والمتخصص في الشؤون العربية. صباح الخير على حضرتك يا فندم. يعني خلينا نبدأ معاكم مع حضرتك من الصحف الإيطالية، ويعني تحديدا صحيفة لا ريبابليكا اللي تناولت جهود مصر، خاصة مع ما تم من جهود لاحتواء الأزمة أمس الأول، أيضا رصد تصريحات مصادر عن المقاومة مستعدة لتمديد الهدنة الحالية. كمان في تصريحات أخرى متعلقة برئيس جو بايدن اللي قال فيها أنه هدفي هو تمديد وقف القتال لما بعد الغد. ريت تطلعنا على هذه التفاصيل يا فندم. لاحظي أن ما تقوم الصحف الأوروبية من تغطية موسعة لأحداث العدوان الصهيوني على قطاع غزة بكل مفرداته وتجلياته منفصل تماما عن المواقف الرسمية للدول، لمعظم الدول الأوروبية انحازت منذ البداية إلى الكيان الصهيوني وقدمت كل ألوان الدعم والمساندة لهذا الكيان في حربه الهجومية على القطاع. الصحف الأوروبية تعكس إلى حد ما، ليس كلها، إلى الموقف الشعبي والذي رأيناه يتجلى في كثير من المظاهرات المنددة بالعدوان الصهيوني والمؤيدة لشعب فلسطين ولوقف الحرب في قطاع غزة. وفيما يتعلق بجهود مصر أيضا، لم تحظى فقط بمتابعة الصحف الإيطالية ولكن معظم الصحف في العالم رصدت هذه الجهود الإيجابية والمتميزة في نقل المساعدات وفي الإشراف على نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ليس منذ توقيع الهدنة ولكن منذ اليوم الأول لوقوع العدوان. مصر فتحت معبر رفح، ولكن الجانب الآخر الصهيوني هو الذي كان يرفض دخول أي مساعدات مع العدوان، مع بداية العدوان ثم مع تمدد العدوان على النحو الذي رأيناه مدمرا وقاتلا للشعب الفلسطيني. وبالتالي عندما جاءت الهدنة كان هناك أو أحد بنودها هو زيادة أو رفع منسوب إرسال الشاحنات بحيث تكون هناك 200 شاحنة في اليوم. وبالتالي مصر وظفت كل جهودها سواء اللوجستية الشخصية، الوزراء المسؤولين المحافظين لنقل هذه المساعدات. كان هناك مساعدات تأتي عن طريق مطار العريش عبر الدول التي ترسل هذه، عبر طائرات التي ترسلها الدول التي ترسل هذه المساعدات، ثم يتم نقلها بالجهود المصرية إلى معبر رفح وتحميلها للشاحنات ثم الإشراف على إرسالها. لكن المواضيع كانت تكمن في الجانب الصهيوني الذي كان يعرقل هذه الشاحنات، إرسال هذه الشاحنات، وبالتالي لأنه كان يقوم بتفتيشها حتى يتأكد أنها لا تحمل أسلحة أو وقودا يمكن أن تستفيد منه حركة حماس حسب زعمه. ومن ثم هذا التعطيل الذي أدى إلى تأجيل الإفراج عن الأسرى أمس الأول من قبل حماس، التي رأت أن هذا التعطيل يخل ببرود الاتفاق. ولكن الجهود المصرية أيضا وهما تبعات الصحف الإيطالية وغيرها من صحف العالم أن لإحتواء هذه الأزمة كانت كفيلة بإنهائها، يعني خلال ساعتين أو ثلاثة تقريبا صحيح. تم إنهاء هذه الأزمة، ورأينا أن بالليل قامت حماس بإطلاق سراح المحتجزين لديها من الصهاينة ومن الجنسيات الأخرى. صحيح، يعني كالعادة تفاجئنا أسبانيا وتختلف ربما عن النبرة الأوروبية في تناول ما يحدث على الساحة الفلسطينية. بالتأكيد أسبانيا تختلف. صحيفة ABC الإسبانية، وكان هناك موقف واضح جريء من رئيس وزراء أسبانيا تحت عنوان سانشيز يتهم إسرائيل بالقتل العشوائي للمدنيين ويطلب من حزب الشعب دعم موقفه في مظاهرة ضخمة. ياريت تعرف التفاصيل يا فندم. يعني رئيس الوزراء الإسباني واحد من الذين يتميزون بالحكمة والرؤية السليمة والصحيحة للأحداث وبالذات لما جرى في قطاع غزة،
الرجل لم ينخرط فيما اندفع إليه القادة الأوروبيون كما ذكرت قبل قليل بالاندفاع نحو تقديم كل أشكال الدعم للكيان الصهيوني، حتى أن رئيس الوزراء البريطاني عندما ذهب إلى الكيان في أول الأيام العدوان كانت طائرته التي وهي مدنية بالأساس تحمل أسلحة مع أمتعته للكيان الصهيوني، وهذه مفارقة غريبة من دولة بالتأكيد هي التي صنعت هذه الأزمة منذ مئات السنين، منذ عشرات السنين. ولكن رئيس الوزراء الإسباني رجل اختلف في منظوره لهذه الأزمة، رأى أن ما يتحدث عن الكيان من أنه يمتلك حق الدفاع عن نفسه، وهذا يبرر له القيام بكل هذا العدوان الشرس، هذا ليس له مبرر وغير حقيقي ولا سند إلى منطق سياسي أو منطق أخلاقي أو حتى منطق القانون الدولي الإنساني الذي خرج من العباءة الأوروبية والعباءة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية وحتى بعد الحرب العالمية الأولى. ومن ثم هذا الرجل انحاز كما رأينا حتى في عفوا عندما شارك عندما جاء إلى القاهرة قبل 3 أيام والتقى مع رئيس وزراء بلجيكا وعقد مؤتمرا صحفيا مع رئيس عبد الفتاح السيسي، كان حتى متنازع عن رئيس وزراء البلجيكي، رغم ان رئيس وزراء البلجيكي كان ايضا ايجابيا ما عدا النقطه التي تتكلم عن وصف حماس بالارهاب وان عملها كان ارهابيا في يوم 7 أكتوبر. رئيس الوزراء الاسباني عندما يعني عندما يقوم بهذه الخطوه وهي دعوه حزبه للتظاهر في بمساندة موقفه، هو يؤكد على هذا الموقف المتميز ويبعث برسالة إلى القادة الأوروبيين الآخرين، أي احترموا ذواتكم، احترموا تاريخكم، احترموا ما تتحدثون عنه من مبادئ. دائما يتكلمون عن حقوق الإنسان وعن الدفاع عن الشعوب، ولكن عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية وبالشعب الفلسطيني تختلف وجهات نظرهم ومنظورهم، وبالتالي يعلنون انحيازهم من الكيان ويقومون بما يطلق عليه الآن ليس بزوجية المعايير لكن باختراق المعايير أساسا. هناك معايير معروفة في القانون الدولي ومعايير أخلاقية حتى في قواعد الحروب، لكن الكيان الصهيوني اخترقها، وهؤلاء الأوروبيون أغلبهم يؤيدون اختراق هذه القواعد تحت بند الدفاع المشروع للكيان الصهيوني عن 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 نفسه، وهذا بند غير يعني غير منطقي، لأنه عندما أنا أستخدم ربما مثلا بسيطا للغاية، عندما تقوم نملة بقرص فيل، هل يقوم الفيل بدك كل بيوت النمل الموجودة في هذه المنطقة؟ يعني هذه مسألة. ثانيا الجهد، الفرق بين قوة الكيان الصهيوني وبين قوة حماس أو حتى الشعب الصيني، هل يبرر ذلك ما قام به الكيان من قتل عشوائي كما وفقا لتعبير رئيس الوزراء الإسباني ومدمر للشعب الفلسطيني في غزة، تدمير أكثر من 60% من البنية التحتية، تدمير 15,000 شهيد، أكثر من 30,000 جريح، فضلا عن آلاف المفقودين؟ صحيح. وما رأيناه بعد انكشاف الهدنة، بعد أيام الهدنة، من تدمير واسع في كل شيء حتى أصبح قطاع غزة مقبرة جماعية للأسف. حتى رأينا يا فندم أنه بيتم احتجاز وأسر الأطفال، يعني خليني طيب أروح مع حضرتك من وجهة النظر الإسبانية لرؤية مغايرة تماما والصحف الألمانية تحت عنوان معبر رفح، طوابير من إمدادات الإغاثة في الانتظار، آلاف الأطنان تنتظر على معبر رفح الحدودي للدخول إلى قطاع غزة في ظل وجوب حصول كل شاحنة على موافقة إسرائيلية قبل الدخول، وده نقلا عن جريدة تاز الألمانية. عايز أعرف من حضرتك يا فندم هذا المقال تناول هذا المشهد إزاي؟ يعني هذا العنوان ماذا يحمل فيه طياته؟ اولا يعني المقال يحمل يعني يحمل رؤيتين متناقضتين او معلومتين متناقضتين. ان الطوابير فيما يتعلق بمعبر رفح للشاحنات يعني تكاد تكون متوقفه او غير متحركه او بطيئه، لكن في حقيقه الامر هي الطوابير مستمره، تتحرك الشاحنات باتجاه معبر رفح ثم الدخول الى قطاع غزه. المعضله تكمن، وهذه المعلومه الصحيحه، في الجانب الآخر عندما تدخل الشاحنات إلى الأراضي الفلسطينية، هناك لابد أن تتجه إلى
معبر العودة، وهو معبر يحظى بسيطرة الكيان الصهيوني أو جيش الاحتلال عليه، ومن ثم تخضع للتفتيش، وهو الذي يؤدي إلى بطئها وفي الوصول إلى أماكن المطلوب أن تصل إليها، سواء في جنوب قطاع غزة المكتنز بآلاف النازحين الذين جاءوا من الشمال، أو حتى وصولا للشمال، والذي كانت في البداية يمنع جيش الاحتلال وصول أي شاحنات مساعدات له في الفترة الأولى خلال اليومين الأولين. ولكن منذ الأمس تمت بضغوط مصرية أيضا وقطرية واتصالات مكثفة في هذا الشأن، تم أن وافق جيش الاحتلال، أسف أقول وافق جيش الاحتلال على إرسال هذه المساعدات إلى الشمال وشمال غزة، كما نرى ما زالت هناك في يعني أكثر من مليون مواطن فلسطيني، على الرغم من كل إجراءات التهجير القصر التي حاول الكيان الصهيوني أن يدفعهم بها إلى الجنوب. ولكن هؤلاء يحتاجون أيضا، القطاع الصحي هناك مدمر تماما، يعني من 35 مستشفى لم يعد يعمل بكفاءة قليلة جدا إلا 7 مستشفيات. وبعد أن حاصر الكيان الصهيوني وهذه المستشفيات معظمها، سواء الأندونيسي أو القدس أو ودمر المستشفى المعمداني أو غيرها. صحيح. وبالتالي الوضع بالغ السوء. ولكن الصحافة الألمانية تعكس إلى حد ما أيضا الموقف الألماني، وهو موقف يدخل مع الدول التي أعلنت مساندتها للكيان الصهيوني من البداية، وإن كانت بعض المعلومات فيها قدر من الصحة إلى حد ما. صحيح. بنشكرك يا فندم الكاتب الصحفي العزب الطيب الطاهر، صحفي بالأهرام والمتخصص في الشؤون العربية، شكرا جزيلا على هذه القراءة للصحف الأوروبية.